أكتر حاجة ما كنحملهاش أنا هي الضياف. علاش؟ ضيف من كيجي النوبة الأولى كترحب بيه، كطيب ليه المجمر المحمر، كتشوفو شوية زعم كتدخل معاه داكشي ديال المقارونية والروز، كتشوفو ولف كتدخل معاه القطنيات، كيبغي يستقر. ومزيان لي طيبتي لنا القطنيات، أصلا شهيتي واقفة على هادشي، اش بغيتي نطيبو لك السم؟ عاد باش دابا كاين نوع تاني ديال الضياف اللي كيجي عندك في النوبة الأولى كيكون حشمان مارق، ها كيولف كيولي طيب بوحدو ويدخل لك في الدار. هاد الباب ما كانش عليه يكون هنا، ها بلاصتو شتي. شي شرجم اللي هي ها القنطة ديالو، لاحظ معايا شي باب ديال الدخلة حتى منين غندخلو حنا. ركز مزيان، راه انت الحيط اللي جاي من هنا كان عليك انت ما تجيش اصلا. شوف دابا غير العائلات، العائلات كتجي عندنا حنا، خالتي ما كيحملهاش با، اصلا ما كيحملش امي اللي ختها، وكيقول لك شوف نوض صداع باش تمشي، كنوض صداع كحالة. خالتي كتنوض كتقول لك ما نقدرش نمشي ونخليكم في هاد الحالة. كينوض با كيعنقني ويبوسني، كيعنق امي وما كيبوسهاش، وكنطيبوا العشاء وكتنوض تقول لك ودابا انا بغيت نبرك معاكم بخاطري. واحد عمتي عنده واحد جوج دراري، ماشي كيطيروا ولا خطر، لا العافيه ودي ماشي الحمراء ديك الزرقاء، جوج دراري، واحد عنده 6 سنين وواحد عنده 8 سنين. داك اللي عنده 6 سنين ناض مع الثلاثه، هاز قتيب كيضرب يقتل المش، دارها دار القبوه في الصالون، وبته ملي كينعس كيدير ديك النعسه ديالها وكيدير عينيها، شدوا الدري قبل عينه. قبل عينه قلنا ماشي مشكل، هانية ناض ديال المول 8 سنين، دار جوج دورات تحرق نادر، ناض با قال لها وبنت امي يا الدري ما مربياش الدراري ولا شنو؟ وانا عيد فور ما عطيهم، ايوا راه عقل صغر، انا اللي ما عندي عقل مدخلكم عندي. عاد باش كاين داك النوع اللي كيكون شي عندك وجايب كلشي، تولي انت عاطيها لوكال فين كينعس، قال لك يتمشي عندك مكحط وانت ما كترضاش كتسلف وتكلف وتجيب لي حتى الاخر كيخسر عليك كلمه، وخليناكم على خير ورا خليتونا على الدص، خليتونا عامرين كريدي. لو الزوينه هي ديك عمتك اللي كتكون برا، ملي كتجي عندك هي جايه عندك، ها كتدخل الدار كتولي كتشوف شي لعيبات بحال حنا ساكنين في عطاريد، كلشي مختلف عندها، اي حاجه داز عمو شويه تقول لنا مش مالو شنو هو تمساح راه مش. الا انتم ما عندكمش هاد المشاش تما، حنا عندنا مش ولكن مدربل. وحاطين واحدنا في الدار، اي احنا عندنا هذا راه شبعان مشاكل، ساكن في الزنقه اصلا ولا في السل ولا كيتبلى. واصلا دعمت كاديره ما كديكش معاها، ملي كتجي ما كدي حتى شي واحد من العائله، كاين شي واحد وكيقول لك مال اللي مدينا معاها لبرا. ايوا على من هي بتجي العام الجاي تفطح، ملي تديك لبرا ملي تولي تتك تقول واي كي سليفين هاوس بقيتي تما. عاد باش كاينين جوج ضياف، واحد ديال الغفله وواحد ديال النحس. داك ديال الغفله دايما كيجي عندك، انت كتصافي لابيل مع الكوزينه كتولي عندك اومليطه كليتيها، بغيتي ترقد كيجي هو كيدق عليك هو وولادو مع جوج جونس، طق طق تحل الباب مفاجاه وانا راه كنعرف الابتلاء، الانسان كيتصاب بيه ماشي كيجي عندك برجليه ويدق. واه عاد باش ديال النحس، هذا ديال النحس كيجي عندك نهار الشتاء كيدخل عندك بغيتو، كتولي تك تهز الحوايج ديالو هما فازقين، عاطي حوايجك انت وداخل ما مدخل معاه حتى شي حاجه، كتنعسو في بلاصتك وانت كتنعس في الصالون،
وفي الاخر كيمرض لك في يدك وكيتلى وكتولي تصير عليه وكيقول لك ما تعيطش على مالي الدار بغيتو نمشي تخلعو. احسن ضيف واخيب ضيف في العالم هو عمتي. مني كتجي كدير معك حاجه وحده شنايا، مني تجي كتريح في الصالون كدير لك امينه ما بيتاش هنا، بيتها مع صاحبتها. مراد باقي كيكمي، الله يعفو عليه راه باقي كيك. الحاج باقي كيطيح، راه باقي كيطيح. الحاج باقي كيقطر عندكم هذاك الصاط، راه باقي كيقطر. شتي لا جيتي تشوفي، انت لا جيتي سكتي، لا جيتي مرقي.